بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون هاي شجرة السابوتة، فاكهة الشوكولاتة من الاشجار النادرة بالعراق وجدا محدودة. تواجدها بالمشاتل ما يتجاوز 1 بالألف، ولله الحمد احنا 1 من الألف مشتل، عندنا من عندها كمية جدا كبيرة. هاي زرعناها زراعة هاي السنة. مثل ما تلاحظون هاي شجرة، نعطيكم معلومات عنها، هذه تثمر من دون تطعيم، يعني صعب تلقى شجرة تنتج بدون تطعيم خصوصا بالاستوائيات، متحملة بشكل جدا قوي، متحملة للحر، متحملة للبرد، بس ما تنزرع بالشمس المباشرة. أنا ما مجربها لحد الآن بالشمس المباشرة، هاي مزروعة بالصيف وقاها ساران. وهاي الفرعة مالتها، وهذا ارتفاعها، وهاي الساق مالتها ما شاء الله. وهاي أوراقها يعني ممتازة بتربتنا، متأقلمة ويا التربة، النمو مالتها شي على شي، خصوصا هي نادرة نقول ممتاز. يعني هاي الشجرة عمرها تقريبا يعني يتجاوز السنة من زراعة بذرة لحد الآن، يعني تقريبا سنة وعدة شهور بالتمام والكمال. انغرست بهاي السنة، وهاي فرحتها، وهاي نمواتها الممتازة، وهاي أوراقها تشوفون الخضار، شجرة جدا ممتازة. ننصح بزراعتها، فاكهتها توصل لأوزان ممتازة، سعر الفاكهة مالتها كلش غالي، مو عبالكم رخيص، لها استخدامات كثيرة، بإمكانكم البحث عنها في اليوتيوب أو على الجوجل، تكتب السابوتة الشوكولاتة وراح تعرف عنها معلومات كاملة. ننصح بزراعتها، تكون بديلة لعدة فواكه مثل البابايا وغيرها، أو حتى الستارفروت، يعني ذنيتها ما تحمل أجواءنا، رغم إحنا نجحناها عندنا بس بصورة عامة ما تنجح عند غيرنا، والقشطة كذلك. يعني هذا بديل ممتاز، يعني احنا نحصل من 10 شغلات 9 من عدهن فشلا، وهاي الوحدة من عدهن ثبتت نجاحها، تثبت نجاحها بالحر وبالبرد، وان شاء الله راح تنتج عدنا بعد 2 إلى 3 سنوات. دائما نشجع على النبات القوي والمتحمل، اما النبات الضعيف واللي يحتاج عناية نبتعد عنه مسافة كبيرة، حتى شنو نتلافى الخسائر والمعاناة والتعب. نبات يعني لا مطي سماد، لا مطي شيء، على الغذاء الحديقة. انا هاي زارعها بالحديقة، يعني مرات حتى المي يكون قليل عليها، مو مثل عناية البستان او المشتل. وشجرة كلش حلوة، والفاكهة على شكل شوكولاتة ربانية سبحان الله. طبعا متذوق طعمها، طعمها مو ما نقدر نحكم عليه، هي اذواق، بس يستخدم الى استخدامات اخرى، يعني مو مباشر تاكلها، يعني يصنع منها ايس كريم، يضاف عليها عسل، يكون طعمها جدا ممتاز. شتلاتها ان شاء الله في فصل الربيع القادم تاخذون شتلات تقريبا قرابة هذا الحجم، تاخذون شتلات ممتازة وتزرعوها ان شاء الله، وتشوفون خيرها وتربوها يعني بالطريقة الصحيحة، يعني تكون قدامكم وانتاجها يكون خلال 2 إلى 3 سنوات.
هيجي نبات من تربيه وتتعب عليه وتشوفه قدامك يكبر أفضل ما تأخذ شجرة كبيرة. طبعا شجرة كبيرة تكون سعرها مضاعف، أما هذا الحجم يكون السعر تقريبا متوسط متناول الجميع. أو أي استفسار إن شاء الله راح نجاوبكم عنه. تحياتي وسلام للجميع.